فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مسلم ملتزم ملتحن يعمل في عمل ما، وهم يطلبون في عمله أن يقوم بحلق لحيته. لا يعمل عندهم، الأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا يعمل عندهم يحلق لحيته، لا يعصي الله عز وجل، إنما يذهب يطلب عملا آخر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.